روي فيتوريا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ملاوي قال كلام مهم جدا، هنروح نسمعه ولما حضراتكم تسمعوه نرجع نعلق عليه عشان قال كلام مهم جدا، نشوف ونرجع نكمل. دي مارس نوينج دويش بريمير جوغز اوف سياش. طبعا هنبدا المعسكر بتاعنا، ويعتبر المعسكر اللي هو بيتخلله اول مباراتين رسميتين بالنسبه لنا. جوغز مويند امبورتانت بار نوز اوبفيمنت. مباراه تعتبر مهمه جدا بالنسبه لنا. ان كي تيمز اوما جراند فونتاد غانيار اي كي تامس برونتش بار بريس جوغز. طبعا عندنا رغبه قويه جدا الفوز، ونكون جاهزين ان شاء الله بالنسبه للمباريات. Em relação ao estágio, nós temos agora, eu convoquei, a minha, eu e a minha equipa técnica convocámos 24 jogadores. بالنسبه للمعسكر انا والجهاز الفني وضعنا لسته فيها 24 لاعب. المعسكر طبعا يبدا من يوم 20 وينتهي يوم 28 مارس ان شاء الله. Dois jogos a 24 e a 28. هيتخللوا مباراتين، مباراه يوم 24 ومباراه يوم 28 مارس. Iremos estar aqui no Cairo até ao dia 26. هنكون ان شاء الله حاضرين هنا في القاهرة إلى يوم 26 مارس. No dia 26 viajamos para Malawi. يوم 26 المغادرة إلى ملاوي. Os jogadores irão chegar entre o dia 20 e o dia 21. وصول اللاعبين هيكون ان شاء الله من يوم 20 إلى يوم 21 مارس. E a 23, como também vocês sabem, vai começar o Ramadão. وزي ما انتم عارفين طبعا يوم 23 هتكون بدايه الشهر الفضيل رمضان. ومنها بتمنى لكم ان شاء الله شهر صوم سعيد جدا للجميع. Este estágio vai ter uma particularidade de ter o período de Ramadão a meio do estágio. طبعا المعسكر هيكون في ظروف خاصه شويه لان المعسكر هيكون اثناء شهر رمضان. Mas nós já preparamos tudo e temos tudo previsto e antecipado para o que aí vem em relação àquilo que é alterações que vamos ter no nosso dia a dia. ومنها احنا جهزنا طبعا كل شيء وجهزنا البرنامج بتاعنا على حسب التغيرات اللي احنا هنقابلها في المعسكر من يوم ليوم طبقا لوجود شهر رمضان اثناء المعسكر. O jogo no Malawi vai ter umas características ligeiramente diferentes. مباراة ملاوي تعتبر مباراة خاصة ومختلفة بالنسبة لنا. Vamos jogar lá às 3 da tarde. لأن هنلعب في ملاوي الساعة 3 العصر. Um caso, as datas dos jogadores já vos disse, um caso particular que vai haver e para também ficar já tudo esclarecido. طبعا بالنسبة للاعبين أي حاجة بتحصل طبعا احنا جاهزين إن احنا نوضحها. O nosso jogador, Emam Achour, irá casar no dia 21. بالنسبة أول حاجة مثلا إمام عاشور هيكون عنده الحفل الزواج بتاعه مثلا يوم 21. Fui eu que aceitei e eu que concordei que o jogador fizesse, casasse nesse dia, portanto, achei por bem. وكنت أنا طبعا اللي صرحت وأنا برضو اللي سمحت إن اللاعب يكون الزواج بتاعه يوم 21. Porque quero que ele esteja, é um dos jogadores que nós queremos que vá para a Europa, neste caso foi para a Europa, e que tenha a maior estabilidade possível. لأنه طبعا هو يعتبر لاعب محترف دلوقتي في أوروبا وإحنا بنحاول نهيئ له برضو كل الأجواء إن يكون عنده استقرار كامل. Para terminar esta primeira intervenção. وعشان ننهي أول نقطة. Nós vamos ter 20.000 pessoas no estádio. إحنا طبعا في المباراة هيكون الحضور تقريبا 20,000 مشاهد أو جمهور 20,000 فرد. Aquilo que nós queremos é que logo no segundo dia Ramadão as pessoas os egípcios estejam connosco, nos ajudem. نتمنى طبعا ان هو يكون ثاني يوم رمضان فيكون الجمهور المصري موجود ويكون بيساعدنا ويكون حاضر معنا. E no fundo que ganhem connosco. É aquilo que nós queremos. ان شاء الله nos ajudem a ganhar. ان هم يساعدونا ويكون الفوز لنا جميعا ان شاء الله الفريق والجمهور. E que venham passar o segundo dia Ramadão connosco. هيكون طبعا ثاني يوم رمضان ونتمنى ان هم يكونوا حاضرين وموجودين معنا. E acho que está tudo. طبعا دي الفكره كلها بالنسبه للمعسكر. Dizer. في نقطه طبعا. Também para ficarmos claros, o nosso departamento médico e a nossa equipa técnica. برضه عشان اكون واضح معاكم ان الجهاز الفني اللي عندي وكمان الجهاز الطبي. Tem estado e vai estar a partir de agora em contacto direto com todos os clubes que tenham jogadores. هيكون طبعا دلوقتي في تواصل دائم مع كل الاجهزه الطبيه للاعبين اللي احنا اخترناها في المعسكر. Nós vamos acompanhando imensos jogadores. طبعا احنا بالدور بتاعنا بنتابع عدد كبير جدا من اللاعبين.
e tínhamos uma lista provisória de 58 jogadores. وكان في لستة مبدئية تقريبا مكتوب فيها 58 لاعب. Estas para as posições de avançados foram estes jogadores que eu escolhi. الجزء اللي انا اخترته دلوقتي طبعا اللي هم المهاجمين هو كان اختياري انا. Tendo em conta o rendimento que estão a ter, tendo em conta aquilo que é o conhecimento do nosso jogo. طبعا بيبقى متوقف as nossas ideias. متوقف طبعا على الاداء بتاع اللاعب كان يعني ماشي ازاي في الفترة اللي فاتت كمان ان اللاعب طبعا على علم بالاسلوب بتاعنا وبافكارنا بالنسبه للمنتخب e tendo em conta também o ritmo competitivo que estão a competir وبرضه متوقف على المستوى المنافسه اللي اللاعب بيشارك فيها isso tudo faz com que as decisões tenham sido essas وكل ده طبعا بيأثر كتير على اساس ان انا اخد القرار ويطلع القرار بالشكل e tinha felizmente tinha vários jogadores para a posição de avançados para poder escolher ولحسن الحظ كان في عدد كبير من المهاجمين متاحين قدامي كنت اقدر اختار بينهم. وكونكلود كو فوي اوبسيون مين اوبفيمنت دنتي كريتيريوس. وطبعا عشان انهي الحديث بقول ان الاختيار هو اختياري وكله طبعا طبقا للمعايير اللي واضعينها لاختيار المهاجمين. Os jogadores agora também vão mostrar nestes 3 4 dias na realidade quem vai ser titular. اللاعبين خلال الفتره اللي هي الثلاث او اربع ايام الجايين هي كل لاعب هيحاول ان هو يظهر اللي عنده عشان يكون هو اللاعب الاساسي. Escolhi o Caraba porque tem algumas características que nos podem ajudar nestes dois jogos. Tem características que nos podem acrescentar nestes dois jogos. Ana, escolhi o Caraba porque eu sei que ele tem algumas características que são especiais para ele, que ele pode, inshallah, ser fidelina ou nos ajudar nas competições. E é um jogador que me tem surpreendido pela quantidade e qualidade dos movimentos dentro da área. O jogador, بصراحة, يعني يعتبر أبهرني من كمية التحركات بتاعته والمسافات بتاعته داخل منطقة الجزاء. اشتغلت أكيد بور ميريت. طبعا هو يستحق الحضور وعشان كده حاضر معانا. Ainda bem que fez estes 3 gols ontem porque já estava decidido e só vem suportar esta opinião. وطبعا الحمد لله ان اللاعب احرز امس 3 اهداف وطبعا يعتبر ان هو بيدعم القرار بتاعنا. Mas a grande maioria destes jogadores já tiveram comigo. ولكن العدد الاكبر من المجموعه النهارده نو ستيفو كهربا قبل كده ممكن الجديد نو ستيفو هشام كهربا وفي هشام النهارده يصاب غير ماج نينجين يمكن هم دول بس ال 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 اول مره عندهم يو فاتي وممكن فتحي مصطفى فتحي todos os outros tiveram já لكن الباقي القوام هو اللي كان talvez falta aqui mais um jogador mas que eu não me recordo mas do grupo de 24 se calhar 18, 19, 20 já tiveram comigo. طبعا بدون التحدث على اسامي معينه في المنتخب ولكن من ال 24 منهم مثلا 18 او 19 لاعب كانوا معايا من قبل كده. مش برونت vamos ver como é que eles também vão aparecer mas estão convocados é porque estão em condições. طبعا في اخر مباريات زي ما احنا شفنا طبعا كان في صعوبه شويه مع اللاعب محمد صبحي وكان طبعا الشناوي خرج تبديل في المباراه ولكن اللي هي التقارير اللي عندنا ان اللاعبين بحاله جيده ان هم يكونوا جاهزين على يوم الاثنين ان شاء الله مع المشاركه في المنتخب. شكرا على حضورك.